دعونا نتحدث عن خلايا CART، وهي اختصار تعني الخلايا التائية لمستقبل المستطد الخيمري، ويشكل استخدامها تقنية أخرى لعلاج السرطان. مبدأها هو تعديل الخلايا وراثياً، يطلق على هذا التعديل اسم الكمير، في إشارة إلى المخلوقة الإسطورية التي هي نتيجة خليط من حيوانات مختلفة، إذ نضيف هنا اصطناعياً عنصراً إضافياً لخلية موجودة. ولأغراض هذا العلاج سنأخذ أولاً الخلايا الليمفاوية التائية من الشخص المريض، وتسمى أيضاً الخلايا التائية القاتلة، ثم يتم تعديلها في المختبر. ونظراً لأن هذه خلايا تنتمي إلى هذا الشخص، فإن كل خلايا CART التي سيتم إنتاجها ستكون خاصة جداً به. يتم اختيار العنصر المضاف حسب المرض والهدف المقصود. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام جزيء CD19 للخلايا السرطانية بالنسبة للأورام الليمفاوية، وبالنسبة للأمراض الأخرى سنختار عنصراً آخر. هذا العنصر هو جسم مضاد أحادي النسيلة، هدفه هو مستطد CD19 المكمل له، مثل مفتاح مرتبط بقفل فريد. لإضافة هذا السلاح الجديد، نقوم بتعديل الشفرة الجينية للخلية، تماماً مثل إجراء تحديث على برنامج حاسب آلي. سيعمل هذا الجسم المضاد أحادي النسيلة المضاف كحربة كاشفة تتعرف على هدف معين وتلتصق به. وها هي النتيجة، خلية قاتلة خارقة تقوم بالتكاثر ويتم حقنها من بعد للمريض. بالنسبة لبعض مرضى اللوكيميا، فإن استخدام خلايا CART يعطي نتائج جيدة جداً. تسمع هذه الحربة الكاشفة الخارقة للخلايا التائية الجديدة بالعثور مباشرة على الخلايا السرطانية، وتنبيه الخلايا التائية الأخرى، وتدمير الخلايا التي تم التعرف عليها. Thank you.